طبعا هي مشكله يا استاذ عمار والله العظيم. انت ليش فحطان عديش يا اخي؟ متعبونا بالقران يا استاذ عمار. شنو صار وياك؟ يعني راتبي يمهم. راتبك يمهم؟ راتبي يمهم. تعال روح جيب كفيل، ما حد يتكفل بهذا اليوم استاذ عمار، انت تعرف. انت متقاعد؟ لا، منتسب بالداخليه. منتسب بالداخليه، على اي مصرف؟ رافد ين. زين، احكي لي احكي لي القصه كلها. اي رحت دا اقدم على قرض يابا شنو 50 مليون. لا انت ما مشمول 50، ولا بال 25 ولا بال 30 ولا بال 20 ولا بال 15 لحد 5 و10. وين اخليها هاي؟ قلت لهم 15 بقعد ببيت. لا، روح خلي دائرتك تتكفل، اعطيك استماره، خلي دائرتك تتحمل الراتب. اي شلون تتحمل راتب؟ انا راتبي همكم. طيب زين، شنو اللي حق 5 و10؟ بس 5 و10 صح؟ بس 5 و10، ما لك حق فوق الخمسه، فوق العشره لازم تجيب كفيل، ما حد يتكفل، اخوك ما يتكفل بهذا اليوم. زين يا استاذ عمار، القرض ال 150 مليون ما شراء دار سكن. بس انا حتى بس توضح عدي انه انت في حال ردت الخمسه والعشره ما تحتاج كفيل. خمسه وعشره ما يحتاج كفيل، لكن فوق الخمسه والعشره لازم تجيب كفيل. لازم تجيب كفيل. طيب الكفيل يكون منتسب وياك لو اي كان، بس ما حد يتكفل استاذ عمار.